مرحبا واهلا وسهلا فيكم اعزائنا الطلاب في درس جديد من الدروس اللي عم نحكي فيها عن سلسله البكالوريا. رح نبلش اليوم في درس جديد ان شاء الله، وفي نفس الوقت حابب نحكي بالنسبه لنهايه الوحده الاولى. الوحده الاولى مثل ما اتفقنا خلصنا فيها كل شيء تقريبا، صفى موضوع الموضوع. اليوم رح احكي على الموضوع بالنسبة لنا، كيف هي الطريقة اللي رح تتعامل فيها بالنسبة للموضوع. وبعد ما نخلص إن شاء الله بنكون أنهينا الوحدة الأولى ورح نبلش فيها بالوحدة الثانية إن شاء الله. تمام. مثل ما شايفين هون الكتاب اللي نحن عم ندرسه، خلصنا نحن بالدرس الماضي صفحة 14، وحاليا رح نبلش بالصفحة 15. الصفحة 15 هي صفحة الرايتنج، اللي هي صفحة الموضوع مثل ما شايفين. هذا هو صفحة الموضوع. طبعا في مواضيع عنا في الكتاب. طيب شو حل المواضيع؟ صراحة أنا ما بعطي مواضيع يحفظ الطالب بشكل عام، بحاول إني أعلم الطالب يحفظ مواضيع. طيب أنا كطالب فيني أحفظ مواضيع، فيني أتعلم أكتب مواضيع. بصراحة تعلم كتابة المواضيع نوعا ما ما فيني أعمله عن طريق عن بعد بصراحة. بهاي الدورة اللي نحن شايفينها ما فيني نعمل هذا الشيء. السبب لأنه دائما بدكم حدا يكون متابعكم وحدا يكون دائما وراءكم، فلها السبب بده يكون صعب عليكم هذا الأمر. طيب شو الحل اللي بتعطينا يا أستاذ؟ الحل اللي بعطيكم إياه هو إنه تحاولوا تلاقوا تتعرفوا على مواضيع أي أستاذ من الأساتذة، تاخذوا موضوع يكون ما كتير طويل وما كتير قصير، يكون يعني مختصر المفيد اللي بيعطيني العلامة الكاملة. أسأل الطلاب قبل السنوات قبل شو رأيكم بموضوع الاستاج الفلاني، وأخذه وأحفظه وبرجع بعيد. ما فيني أعلمكم تكتبوا مواضيع، لو تعلمنا بدنا حدا دائما يصحح لنا. يعني بدي أكتب على الأقل 10-15 موضوع لحتى أصير أعرف أكتب موضوع صح باللغة الإنجليزية. طيب السبب لأنه نحن من زمان ما كان في عنا حدا يعلمنا نكتب مواضيع، فصعب رأساً هاي السنة يحسن الواحد إنه يكتب مواضيع. في البداية أي كتابة موضوع في إله تفاصيل رح أحكي عنها شوي حالياً. طيب قبل ما أكمل هذا الشيء خلينا نشوف هون أسئلة ما كتير إلى معنا، بس بسرعة نقرأ عليها. The policeman in the photograph is responsible for ensuring that drivers obey traffic laws. الشرطي في الصورة واللي هو هون مسؤول عن التأكد أو ضمان أن السائقين يطيعون قوانين المرورية أو القانون المروري الموجود. طيب discuss these questions with the partner. ناقش هذه الأسئلة مع شريك. السؤال الأول: Do you think there should be speed limits? If so, where? Give reasons for your answer. هل تعتقد أن هناك، هون حطيت أن ما هي موجودة بس لازم أحطها هناك، أو أنه يجب أن يكون هناك speed limits يعني حدود سرعة؟ إذا كان ذلك أين؟ أعطي أسبابا لإجابتك، يعني بمعنى علل لي ليش هذا الشيء ما أعمله. سؤال B: What should happen to motorists who break these speed limits? ماذا يجب أن يحصل للسائقين الذين يخترقون أو يخرقون speed limits، حدود السرعة؟ أسئلة مناقشة ما كتير إلى معاني. طيب You're going to write an essay in answer to this question. سوف تكتب مقالة في جواب لهذا السؤال. كلمة إساي هي مقالة، بس هو شكل كتابي من الأشكال اللي بكتبوها باللغة الإنجليزية. ففي عندي عدة أشكال للكتابة باللغة الإنجليزية. إساي هو شكل من الأشكال، يعني ترتيبة معينة. شلون النثر نحن عنا باللغة العربية يكتب كتابة، والشعر لازم يكون شطور، هذا المتعارف، هذا اللي بنعرفه تقريبا، ممكن يكون في غير شيء. فهو شكل للكتابة الشعر، بكون شطر وشطر. أما النثر بيكون مثل ما بتعرفوا كأني نص عادي. فهذا هو شكل للكتابة. نفس الشيء بالنسبة للإساي، هي أحد أشكال كتابة المواضيع باللغة الإنجليزية، وهو هو الشكل المتداول كتير والمكتوب كتير واللي بنشوفه كتير باللغة الإنجليزية. حتى في الجامعات لما بتكتبوا وظائف، خصوصا هذا الشيء ببريطانيا مثلا، بطلبوا منكم إساي عن المادة اللي درستوها،
بتشبه كلمة موضوع. إحنا عم نشوف بالمذاكرات موضوع، أكتب موضوع عن الجغرافيا، موضوع عن العلوم إلى آخره، سؤال بكون موضوع كامل، بتشبه هذا الشيء تقريبا. الموضوع هو Should motorists who drive too fast in residential areas be banned from driving؟ برأيكم لازم السائقين اللي بقودوا بسرعة جدا في المناطق السكنية يحرموا من القيادة؟ هذا هو نص الموضوع اللي بدي أكتب عليه شغلات كتير تحته. طبعا مثل ما لكم شايفين طريقة الموضوع أربع برجرافات، يعني بمعنى أربع مقاطع. المقطع الأول بتعطي فكرة عن هذا الشيء، بتحكي عن إنه قيادة هذا عم بتسبب مشاكل وهيك بشكل عام، أو خلينا نقول نحكي بشكل عام عن الموضوع بكلية، إنه السرعة الزائدة بشكل عام عم بتسبب إنه موت كتير من العالم هيك 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 هيك، فلازم يكون في قانون يمنع هذا الشيء. بعدها ببلش بقى أنا مع هذا الشيء أو أنا ضد هذا الشيء مع دلائل، وبالأخير رأينا مع الخاتمة. طبعا في شغلة طبعا أنتم مثل ما تعرفون، طبعا أول شيء هذا ما بيجي هيك بالطريقة، ممكن أنه نحن نختصره بالفحص أو بشكل عام بالكتابة بطريقة أبسط من هيك، ولكن يعني إذا حب الطالب أنه يفترض هذا المنهاج يدرس بطريقة تدريس اللغة الإنجليزية بشكل صحيح، للأسف ما بتدرس بهاي الطريقة لأسباب كتيرة ما بدنا نحكي عنها هلأ، بس يعني هاي هي فكرة الموضوع. طبعا عم بقول لي اكتب لي من 100 ل 120، ما مطلوب بالفحص هذا العدد اكيد من الكلمات. هون عم بطلب مني بعض النشاطات، اعمل تشيك للسبيلينج للجرامر بالكونتينيويشن، اعطيه للبارتنر اللي جنبه خليه يشوف لك الموضوع الى اخره. اخر شيء بعض الكلمات اللي ممكن تفيدني في الكتابة وهي ادوات بنستخدمها. شلون نحن في الطبخ عندنا في شيء ادوات بنستعملها، يعني شلون عن المعلقة الخشب اللي منحرك فيها، ممكن نستعين بمعلقة حديد صغيرة بس يعني نوعا ما مو هل هيك بنحس انه شغلنا بروفيشنال هيك كتير محترفين بهي الطريقة. فهي الأدوات والكلمات مثلا ممكن بلش الإساي لما نستعمل بعض الكلمات الجميلة بيعتبروها. فبقول مثلا في هذه مقالة أنوي أن أنظر إلى أو أعتبر أو أناقش وإلى آخره. لما بدي أنا أحكي عن وجهة نظري فبكتب بعض هاي الكلمات the main point، ولما بدي أعبر عن رأي كلمات الأدوات التعبير عن رأيي بقول in fact it's my view that، يعني في الحقيقة إنه نظري هيك. ممكن أستعمل غير كلمات ممكن، ولكن لما بتستعملوا هاي الأدوات فبيعطي الإساي تبعتكم قوة وأكثر. بالنهاية لا شيء يفضل على القانون أو لا شيء يفضل أو العدالة أولا، هي من أقوال سقراط. هي الحلقة مثل ما لكم ملاحظين ضيعنا وقت فيها؟ لا ما يتضيع وقت، بس كوننا عم نحكي عن المواضيع مشان للوحدات القادمة ما نضيع كثير وقت ونشرح عن الموضوع. الموضوع بس بكفي هي الجملة اللي شايفينها في الفوسفوري، ومثل ما قلت لكم حاولوا تلاقوا مواضيع أستاذ معينة. طب ليش ما لقيت لنا أنت؟ بصراحة السبب أنه ممكن هاي الفيديوهات لما تنحط يتبعوا الطلاب أستاذ معين وياخذوا منه المواضيع، وقال لكم هذا الأستاذ جيد، في أساتذة أكيد جيدين وأفضل مني، ولكن ما بدي أسمي أساتذة بحد ذاته من خاف أنه يتشابه هذا الموضوع بالفحص ويفكروا المصححين انه هدول الطلاب ناقلين من بعض. فمشان هيك ما عينت استاذ معين تاخذوا، شوفوا انتو اسالوا على استاذ منيح، وفي اساتذه جدا مناح وكويسين ومواضيع ممتازه جدا اساتذه ولا انسات، واتبعوا طريقه كتابه الموضوع. ما تطولوا كثير الموضوع، حاولوا تحفظوا الموضوع. ممكن اعطيكم نموذج لاحد الاساتذه بس ما انه تتبعوا هذا كل مواضيع، واقول لكم شلون الطريقه اللي ممكن تفيد عقلي بالحفظ، لانه المواضيع من قليل على الأقل أكثر من 10 مواضيع على الأقل، يعني فممكن إنه الواحد ينسى الأفكار. هذا كل شيء بالنسبة لحلقة اليوم أو فيديو اليوم، ننهي فيه الوحدة الأولى وفينا نجهز حالنا لشيء اسمه المذاكرة
اللي فينا نختبر فيها بالوحدة الأولى Students Book و Activity Book.